آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. انظروا بنور الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة العلم. إن جئنا من جهة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فجميع المعارك التي عرفها المسلمون ضد القادمين عليهم أئمتها وقوادها كانوا من أئمة الصوفية. من الذي أعاد بيت المقدس عجل الله بتحريره؟ من الذي قاد معركة تحريره؟ صلاح الدين الأيوبي هو الذي بنى مدارس الصوفية في جبل قسيون في سوريا في الشام، ليهيئ منها الرجال الذين يتهيئون للجهاد في سبيل الله تعالى. هو الذي بنى قبة الإمام الشافعي الموجودة عندكم هنا في مصر، صلاح الدين الأيوبي. هو الذي جعل، وأيضا نور الدين زكي، الذي جعل المنهج الذي يربون عليه من معهم أو يستقطبون به من يجاهدون في سبيل الله إحياء علوم الدين. كتاب التصوف الكبير الذي لم يفرد فيه بابا للجهاد، لكنهم علموا أن السبب في تضييع المسلمين لفريضة الجهاد هو حب الدنيا وكراهية الموت، كما جاء في الحديث النبوي الشريف الوهن. فأخذوا الكتاب الذي يعالج هذا المرض وهيئوا الناس للجهاد. من الذي كان في الحملة، في قيادة الحملة التي حبست لويس التاسع في المنصورة عندكم هنا في مصر؟ إنه الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، وقد كان قد جاوز 60 من عمره وكف بصره، فخرج حاملا الراية وهو يقول الجهاد الجهاد، ومريدوه يأخذون بيده يقودونه، والتف إلى حوله عصبة من أكابر العلماء كسلطان العلماء العز بن عبد السلام وغيره، وكانوا هم في فسطاط الجهاد في الجيش الذي سجن لويس التاسع. من الذي كان يقود الحملات التي تهاجم معسكرات التتار في الليل للتفريج عن أسرى المسلمين؟ إنه الإمام أحمد البدوي رحمه الله تعالى ونفعنا به. من الذي قاد حركة المرابطين في المغرب ضد المستعمرين؟ إنهم الصوفية. من الذي أقام الجهاد الكبير في ليبيا لتحرير المسلمين، أرض المسلمين من المستعمرين الإيطاليين؟ إنه عمر المختار، أحد أتباع الطريقة السنوسية. من الذي أخذ حملة المقاومة ضد المستعمرين في الشام؟ إنهم شيوخ طريقة النقشبندية والشاذلية. من الذي قاوم المستعمرين البرتغال في أندونيسيا ونواحية؟ إنهم شيوخ طريقة العلوية. الذي يتأمل هذا المعنى ويستطرد ولولا خوف الإطالة لتفقدنا العصور من لدن العصر الأول إلى الآن، والأماكن من الشرق إلى الغرب، فوجدنا أنه ما من راية جهاد إلا وهم حمالها في هذا المجال. ولو جئنا إلى الدعوة إلى الله، التي الآن الجزء الأكبر من العالم الإسلامي، من أرض العالم الإسلامي، دخلت إلى الإسلام بغير القتال، وإنما بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. من الذي نشر الإسلام بغير قتال في تلك الأماكن التي هي الأكثر؟ إنهم الصوفية. إن جئت إلى جنوب شرق آسيا، جئت إلى جنوب شرق آسيا وجنوبها، وإذا جئت إلى شرق أفريقيا لوجدت أن السادة أبي علوي أهل هذه الطريقة هم الذين نشروا الإسلام فيها. لو جئت إلى وسط أفريقيا وغربها لوجدت أن أصحاب الطريقة التيجانية وغيرها هم الذين قاموا بخدمة نشر الإسلام فيها. وكتب أحد القائمين بالتنصير في بعض أدغال أفريقيا مذكرات الله، وهو من فرنسا فرنسي، كتب يقول: إن أعظم عقبة كانت تقف في طريقنا لنقنع الذين أمامنا من المسلمين أن يتركوا دينهم أحد رجلين، إما رجل يقولون أنه من آل محمد، فإذا أتى أحيا مشاعر الولاء لمحمد في قلوب الناس بمحبة الناس لأهل البيت فأفسد علينا عمل أشهر في ليلة، وإما رجل من الذين يسمونهم الصوفية يأتي إلى مكان قد اجتهدنا عليه 6 أشهر أو 7 أشهر مالا وطعاما وكساء لنغير دين الذين في تلك المنطقة مستغلين جوعهم وحاجتهم، فنجد هذا الرجل الصوفي يأتي ويقول حضره ويجمعهم على الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيحيي إيمانياتهم ووجدانهم فيفسد عمل أشهر في ليلة واحدة. هذا في مجال الدعوة. في مجال الاقتصاد، أكابر الذين أحيى الله بهم ثقل الاقتصاد الإسلامي ووضعوا وسائل البيع والشراء وتنظيم حركة السوق أيام كان الاقتصاد الإسلامي منتعشا هم أئمة الصوفية. الجنيد بن محمد سيد الطائفة كان صاحب متجر، كان من تجار بغداد. الإمام أبو حنيفة كان من كبار التجار، كان صاحب التصوف. أكابر أئمة التصوف تجد هذا بزار، تجد هذا بزاز،
تجد هذا كذا، ألقابهم تدل على مهن كانوا امتهنوها تحيي اقتصاد الناس الذين يحيطون بهم. فإذا جوانب الجهاد، جوانب الاقتصاد، جوانب الدعوة، جوانب العلم على أرض الواقع الذي نراه ليس خيالا ونظريات وخطب، كانوا هم أصحاب خدمة الدين فيه. والذين يضادونهم الآن نسائلهم: أين أثركم في الأمة؟ عصر أولئك كان العصر الذي علت فيه الأمة، والعصر اليوم الذي يحارب فيه هؤلاء الصوفية ويشتمون ويسبون من على المنابر ويسفهون ويفترى عليهم، هو العصر الذي سقطت فيه راية الإسلام في كثير من القلوب قبل البلدان. أيضا شبهة تثار أن كثيرا ممن يقولون أنهم صوفية يرتكبون مناكر لا ترتضيها الشريعة، هذا موجود، مندسون على التصوف بكثرة في كل مكان وزمان، وفي زماننا أكثر، هم من المتمصوفة، التصوف بريء منهم. يقول في هذا المعنى الإمام الجنيد قاعدة وضعها، قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، أو هذا خارج صار يطير، ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تقيسوه على الأمر والنهي على الشريعة، فإن وجدتموه ممتثلا للأمر منزجرا عند النهي فهو من أولياء الله الصالحين، هذه كرامة أظهرها الله على يده، وإن وجدتموه يخالف الأمر والنهي فاضربوا بكرامته عرض الحائط فإنه زنديق. هذه القاعدة التي يفهم بها التصوف كما ينبغي. التصوف كغيره من علوم الشريعة، كعلم الحديث، كعلم الفقه، كعلم التفسير، كعلم التوحيد، اندس فيه أقوام ادعوه وهو ليس من أهله، أو ليس في علم الحديث، من دخل باسم الحديث ووضع الأحاديث على رسول الله وكذب على رسول الله، فهل نقول علم الحديث هذا في ناس وضعين بس أحسن تجنبا للشبهة ألغوا علم الحديث؟ لا يتأتى. علم الفقه أليس فيه الفقهاء المرتشون الذين يبيعون الفتوى من أجل الدنيا، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ نقول بس خلاص علم الفقه دخلوا فيه ناس كذابين، ابتعادا عن الشبهة نلغي علم الفقه، كيف هذا؟ علم التفسير أليس فيه من أطنبوا أو أغربوا في الإسرائيليات حتى أغرقوا العوام فيما لا ينبغي؟ نقول بس خلاص ألغوا علم التفسير، ما يتقبل هذا. علم التوحيد أليس فيهم من دخل بمنافاة ما ينبغي، دخل في التجسيم ودخل في التعطيل ودخل في الأمور التي تخالف العقيدة السليمة، نلغي علم التوحيد مدام دخل فيه ناس سيئون؟ هذا لا يقول به أحد. إذا ألغينا علم التصوف وهو أساس في الدين، تصفية القلب، التحقق بمقام الإحسان، ألغينا أهم شيء في الدين وهو القلب، موضع نظر الرب عز وجل، الاعتناء بصلاحه من أجل أناس اندسوا فيه، فقد ألغينا الدين. إذا نلغي بقية العلوم لوجود المندسين فيه، لكن الصواب أن نعيد الأمر إلى نصابه. نقول تريد التصوف حتى لا تقع في الخطأ، من الذي ستأخذ عنه التصوف؟ من الشيخ الذي تطمئن عليه؟ هل عنده علم شرعي؟ هل تلقى بسند متصل في العلم الشرعي، وتلقى بسند متصل مع العلم الشرعي بعمل العلم الشرعي في التزكية في التهذيب؟ هل سلوكه على وفق الاستقامة يراعي السنة في عمله وفي هيئته وفي أحواله؟ هل تجد منه الصدق في المعاملة وإيثار الباقي على الفاني؟ هل يحرص على أخلاق رسول الله؟ هذه الصفات وجدتها فيه مع السند والإذن، واجتمع قلبي عليه فهو الشيخ الذي أتربى على يده، فلا بأس بذلك. الخلل الذي يحصل من العوام في اختيار الشيخ، الناس يظن الشيخ هو الذي يأتي بالخوارق، هو الذي يطير، هو الذي يتكلم يقول لك أنت في البيت عملت كذا، في الحمام عملت كذا، هذا ما هو شيخ. هذا لو جئت بجهاز استخبارات تجسس يأتيك بالأخبار هذه، لو هناك جني من الجن لأتاك بهذه الأخبار، لكن حقائق الكرامة هي أن يقيمك على قدم الاستقامة. الله. ولهذا قالوا الاستقامة هي أعظم كرامة. هذا المعنى، ولا ننفي بذلك الفراسة وهي الكشف، وهو صحيح عندنا في الشريعة، لا ننفي بذلك أن الله يجري من الكرامات ما يجريها على يد أوليائه من الصالحين، لكن مع إجرائها عليه وقد يكون وليا، فليس كل ولي مرب مزك للنفس. القاعدة هذه الشؤون النقاط التي ذكرت من الالتزام بالشريعة والأخذ بالأخلاق النبوية ومحافظة على السنة واجتماع القلب عليه، فهذه هي القاعدة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. ولعل الوقت قد أخذنا في هذا السؤال كما قال الأستاذ وجدي، غير أنها مسألة مهمة قد أصبح الناس بسببها في خبط شديد، ومن مكر أعداء الإسلام أن يوجدوا في نفوس شبابنا اشمئزازا من أئمة السابقين من السلف الصالح.
الصوفية وغيرهم حتى يأتي الجيل الذي بعده والذي بعده فينفي العلم بكله لأنه وصل عن طريق هؤلاء القوم. نسأل الله عز وجل السلام من التجرؤ على أولياء الله الصالحين ومن الإساءة في حق المحبوبين عند الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مكننا الله وإياكم مما يحب، وأرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأكرمنا وإياكم بالصدق معه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.